لك أبوها حماد طبختني محشي، أبوها عبت له الكرشة، أبوها شكتني عند أخوها، أبوها ينعن أبوها. لا كانكا لا تشم شهر لا 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 مزح يا بيل مزح أنا ما قصدي مزح أنت على خالص كمل عليه هو كملت عليه بدي آيفون 11 أون بيل برو 16 جيجا بايت اكل لحمه انا ما باكل غير سلطه مستحيل مد ايدي على جلي امي معلمة هيك وجع وجع ايش عم تطلعوا لنا عينات مثل البيض وجع ها هذا انا شوفوني انا باحلالي لا تمام هذا انتو طيب هذا انتو بلا 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 يا مو يا مو ساكلت كل شيء يستحوا ماتوا احا ايه عن جد عرفته عن جد قول والله عن جد احا تركي لعنا لك عن جد ايش بتعرف عندي اسرار ما حدا بيعرف عني بس انت ايش احكي مع شغلات كتير جدا يا جماعة سنين اللي قضيناها بعض لوحدنا اوه اسرار كتير عود البنات عود البنات 2 3 عود البنات لحن ايوه ريميكس عود البنات لا لا صاحبي مربط مركز شوي انا بعطيك انا ريميكس حلو عود البنات لا تيجي بتصوري الفلاتر وبتحطها على انستغرام تقول جمال طبيعي انا طلع على الناس عجم بالفلاتر ايش في طلعوا شعري منكوش من الهيه من المطر وكل شيء وطلعوا شلون طلعان نانسي عجرم يا زلمه بيجوا بيسووا لي جمال طبيعي بيض بيض والله بيض بيض لا طحطح لك لا انا كدية ما كدية لك يقبرني جمالك انا بتنحبي من اول نظر لا ساعة هانكا وهلك تب التسجيل اذا مش طول والله يا حجي خبر لا تقلي ابو الكهرباء لك ليش نحن عندنا كهرباء كلها لمبة قدينا من الجيران بكفي نور الشمس ونور القمر ونور مار خمسة يا احس حالي حقير حسب الله ونعم الوكيل بك يا حمدة خدمنا بحال يا جماعة كنت عم بحكيها لماما ليكي أنا وين ماما شوفي ما أحلاني ماما شو بتقلي على علمي أنت الأطرميز تبع العسل تبع إيمو